السلام عليكم. نص التمرين يمثل الجدول التالي الزمر الدموية الأربعة عند البشر. إليك هذا الجدول. التعليمات: أكمل ملء الجدول، ثم من خلال دراستك للموضوع، هل يمكن لشخص زمرته AB نقل دمه إلى شخص زمرته A؟ فسر وعلل إجابتك. ثالثاً، ماذا تستخلص؟ تحدد الزمر الدموية عن طريق بروتينات موجودة على سطح الكريات الدموية الحمراء، تدعى هذه البروتينات بمولدات الضد. مثلاً، إذا كان عندنا فوق سطح الكرية الدموية الحمراء مولد ضد A، إذن تنسب الزمرة إليه، إذن الزمرة A. إذا كان عندي مولد الضد B، إذن الزمرة B. إذا كان عندي مولد الضد A و B، إذن الزمرة AB. أما هذه الكرية الدموية الحمراء لا تحتوي على سطحها مولدات ضد، إذن تدعى الزمرة الدموية O. كما يوجد أيضا في بلازما الدم أو في المصورة أجسام مضادة تسمى المضاد. إذن هناك مضاد A ومضاد B. الآن الشخص الذي يحمل مضاد A لا يحمل مولد ضد A، بمعنى لا نجدهما الاثنين معا في نفس الدم، وإنما الشخص الذي يحمل مضاد A إذن يجب أن يكون على سطح الكريات الدموية الحمراء مولد ضد B مختلفان، لكي لا يحدث ما يسمى بالتراس. الزمرة الدموية مولدات الضد الموجودة على سطحها A، إذن هي الزمرة A. الأجسام المضادة المتواجدة في المصل B، أنتي B أو مضاد B. أما المستقبل لهذه الزمرة هو A و AB، المعطي لهذه الزمرة هو الزمرة O والزمرة A. بالنسبة للزمرة B، مولد الضد المتواجد على سطحها هو B، أما الأجسام المضادة المتواجدة في مصل الدم هي أنتي A أو مضاد A. بالنسبة للمستقبل لهذه الزمرة هو الزمرة B والزمرة AB. أما المعطي أو المتبرع لهذه الزمرة هو الزمرة B والزمرة O. نأتي الآن إلى الزمرة الموالية، هي زمرة AB. إذن يوجد على سطح كريات الدموية الحمراء لهذه الزمرة نوعان من مولدات الضد، مولد الضد A ومولد الضد B. أما الأجسام المضادة لا توجد، وإلا حدث لنا ما يسمى بالاختصاص. أما المستقبل لهذه الزمرة أو الذي تستطيع أن يستقبل من الزمرة AB ونفس الزمرة AB، بالنسبة للزمرة أو المعطي لهذه الزمرة هي جميع الزمر ابتداء من A B O و AB. نأتي الآن إلى الزمرة O. بما أنه يوجد لا يوجد مولد ضد، ترمز له بالرمز O أو صفر. الأجسام المضادة المتواجدة في مصل دم هذه الزمرة هي المضاد الـ A ومضاد الـ B أو أنتي A وأنتي B. المستقبل لهذه الزمرة هو A و B، A B و O. أما المعطي لهذه الزمرة فهو المعطي العام هو O، نفس الزمرة. السؤال الثاني: هل يمكن لشخص زمرته الدموية AB نقل دمه إلى شخص زمرته A؟ فسر وعلل إجابتك. إذن لا يمكن لشخص يحمل زمرة دموية AB نقل دمه أو أن يعطي دمه لشخص يحمل زمرة دموية A B، لأن صاحب الزمرة الدموية AB يحمل مولدات ضد A، في حين يحمل الشخص الآخر أجسام مضادة أنتي A،
وفي حالة الاجتماع مولد الضد مع الجسم المضاد يحدث ما يسمى بالارتصاص أو تحلل الكريات الدموية الحمراء للآخذ. ثالثاً، ماذا تستنتج؟ نستنتج أنه لا يمكن نقل الدم بين الأشخاص حتى نتأكد من الزمر الدموية ومعرفة التوافق بينهما.